ويسجل من هدف المباراة الأول. هذا حسن علي إبراهيم. يعني مباراة شوف ما حد معه غير مراقب محمد خميس رايح له، هو ياخذ على طول محمد على جنب ويروح يكمل عليه. هذا هي برافو من زاوية ثانية حسن علي إبراهيم على طول أمامية وطويلة اللعب. يعني فراج مديدي ما حد معاه إطلاقا، رايح له محمد خميس يدوب ما قدر يلحقه. أول ما تقرب على بعد 7 أمتار على طول ياخذها مني على الجانب هذا وروح واخذها على الطائر، وهي جول وهي بالشبك. وفرهاد مجيدي يسجل الهدف السادس له في دوري الامارات والهدف